هذا وتم اليوم الإعلان عن بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدءا من 18 من ديسمبر الجاري، حيث سيتم تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5%، بما يسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي. يأتي الإعلان عن موعد بدء استقبال الطلبات بالتزامن مع الانتهاء من توقيع 4 اتفاقيات بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة التجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل تمكين. سيتم استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار بحريني في فروع بنك البحرين الوطني، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار بحريني في فروع بنك البحرين للتنمية، علما بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حسابا بنكيا في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.